محمود الليثي يغير أغنية تامر عاشور من أغنية باللون الطربي لأغنية باللون الشعبي. اللي حصل بالظبط إن نزل الفنان محمود الليثي فيديو على حسابه على إنستجرام وهو بيغني أغنية الفنان تامر عاشور أغنية هيجيلي موجوع، طبعا بطريقة الفنان محمود الليثي الشعبية. وطبعا بعد لما نزل الفيديو ناس كتير عجبها طريقته في الأغنى على الأغنية دي، وفي ناس كمان كتبت في التعليقات إن الأغنية لما غناها محمود الليثي بقت أحلى من طريقة تامر عاشور بكتير جدا. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى إنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.